موجز الأخبار من المحور، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إيمان الدولة المصرية بأهمية تكامل العمل الإقليمي والقاري لدعم الجهود الوطنية القائمة لتنفيذ أهداف أجندة 2063 سعيا للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي واستدامة السلام وتحقيق تطلعات دول القارة، الأمر الذي لن يتأتى سوى بتضافر الجهود الدولية وتوجيهها لصالح دعم الدول الإفريقية ومؤسساتها المعنية بتحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا. وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تيكاد 8 بتونس أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعي تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الإفريقية واعتماد مقاربة شاملة تحول دون العودة للصراعات، مشيرا إلى أن مسألة إعادة الإعمار والتنمية تعتبر أولوية قصوى لدى القيادة السياسية المصرية، إذ يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة هذا الملف المهم على المستوى القاري، إيمانا منه بأن استدامة السلام ومنع تجدد النزاعات المسلحة لن يتحقق دون توحيد كافة الجهود الدولية والقارية والوطنية لتدعيم الدول الخارجية من النزاعات المسلحة. وفي ذات السياق بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيره فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان خلال لقاء عقد بينهما عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم العلاقات الثنائية وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش اجتماعات القمة 8 لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد المنعقد في تونس حاليا. ووجه رئيس الوزراء الشكر لدولة اليابان ولنظيره فوميو كيشيدا على ما اطلعت به من جهود لإنجاح منصة تيكاد القارية الهامة التي دشنها الشركة اليابانية عام 1993 تحت شعار الملكية والشراكة، تأكيدا لأحقية القارة الإفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية. قام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب بمدن شمال ووسط سيناء ويخضعون للعلاج حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة والمعادي، المزيد في سياق التقرير التالي. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم ويخضعون للعلاج حاليا بالمجمعين الطبيين للقوات المسلحة بكبر القبة والمعادي. واطمأن القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة لا يدخرون جهدا في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن في مختلف ربوعه، معربا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء. ومن جانبهم قدم المصابون الشكر والتقدير للفريق أول محمد زكي على هذه الزيارة، مؤكدين أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة والاستمرار لاستكمال مهامهم المقدسة من أجل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات. أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مشروعا قوميا يعكس رؤية مصر نحو إحداث نقلة حضارية للجهاز الإداري للدولة، مما يزيد من احترافيته ويرتقي بالخدمات التي يقدمها ويحسن أداؤه، وهي إضافة جديدة لسلسلة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة. جاء ذلك خلال جولة
تحولاته التفاقدية اليوم داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جاهزيته لاستقبال الموظفين المنتقلين للعاصمة خلال الفترة القريبة المقبلة. أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن تطوير منظومة التعليم مستمر لأنه جهد دولة مع إعادة النظر في آليات التنفيذ التي كانت موجودة وأن يصل التطوير للطلاب وأولياء أمورهم، مشددا على أنه لا عودة للوراء. وأضاف وزير التعليم أنه سيتم دمج البرامج التعليمية الإلكترونية مع البرنامج الدراسي، وستتم مناقشة ذلك مع مدير المديريات التعليمية، مضيفا أنه لا إقصاء لأي شخص، وكل من يريد الاستمرار يجب عليه أن يكون ضمن منظومة التطوير وأن يشارك في آليات التطوير. استضافت وزارة الداخلية شباب وبراعم بشاير الخير وأسرهم لقضاء يوم رياضي وترفيهي داخل نادي ضباط الشرطة بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مبادرة كلنا واحد. المزيد في سياق التقرير التالي. مش هنسيبك تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده، لا يمكن. طول ما أنا موجود مكاني ده والله لا سيب الناس كده أبدا. هي بعيالينا تبني الدولة المناطق الحضرية الجديدة لتبني معها الإنسان وترتقي بطموحات وتطلعات أجيال عانت من عشوائية البناء لفترات طويلة. بشائر الخير واحدة من المناطق التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامتها كبديل لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية، لتحمل معها الخير لبراعم وشباب انتقلوا للعيش فيها بأحلام وطموحات جديدة لم تكن موجودة من قبل. عملنا معهم إيه؟ عملنا معاهم ان احنا ادخلنا البهجة والفرحة عليهم وغيرنا حياتهم وحياة ابنائهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، اجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا وبكرة طالع بين ايدينا. وزارة الداخلية تحرص على التواصل الدائم مع قاطني تلك المناطق، فقد وجهت دعوة لبراعم وشباب منطقة بشائر الخير وذويهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقضاء يوم رياضي وترفيهي بنادي الشرطة بالإسكندرية، حيث تم اصطحابهم وأسرهم وتوزيع الملابس الرياضية عليهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الألعاب الرياضية. بشائر الخير دي حققت لنا كل أحلامنا، حياتي فرقت كتير. المكان الجديد ساعدني إن أنا أعمل حاجات كتير. الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحة حقق لنا أمنياتنا، مدينة كويسة جدا، كل الطرق بقت سهلة، كل الأماكن بقت كويسة قوي، ولسه أكيد من أحلى الأحلى. البشائر مكان حلو، مكان نظيف، خلى أحلى مني أكون دكتورة، وأصبح دلوقتي مكان محترم في حياة أدمية للناس بتعيش. بشائر جميلة الصراحة، ولما عائلتنا كلها ومبسوطين قوي فيها، ونشكر الرئيس عليها. أيوة شكرا مش كفاية، شكرا مش كفاية، نور جديد كنتوا البداية، تحيا مصر بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. فرحة كبيرة على وجوه براعم وشباب منطقة بشائر الخير وأولياء أمورهم بهذه الدعوة الأولى من نوعها التي توجهها لهم وزارة الداخلية، وبالتغير الكبير الذي طرأ على حياتهم إلى الأفضل، ربما يفكر هؤلاء في رسم لوحة تعبر عن أحلام تحققت وطموحات يسعون إلى تحقيقها في ظل حياة كريمة وفرها لهم رئيس الجمهورية.
الحقيقه هي بدايه لينا. فرحانه قوي عشان كنت ما كنتش احلم ان انا اجي المكان ده هوت وهم جم اخدونا. ركبت الخيل ولعبنا سله وعملنا حاجات كتير ونزلت البسين. الحمد لله اليوم كله استمتاع بجد للولاد ولينا. يوم جميل النهارده مع الضباط وضباطات الشرطه. اللي فاتوا يوم زي ده ممكن هيبقى يعني خسر كتير. اول مره نعمل كده اصلا في حياتنا. الشكر مش كفايه للرئيس على اللي هو بيعمله لنا ده من اول بشاير طبعا بتاعتنا لحد الملاعب ولحد ان احنا وصلنا لحد هنا. دي طبعا مش كلمه شكرا مش كفايه للرئيس. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنتوا البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل. هذه الاحتفالات الترفيهية والرياضية التي تحرص وزارة الداخلية على إقامتها لقاطين المناطق الحضرية الجديدة بدعوتهم لأندية الشرطة هي تأكيد على الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم ودعمهم، تماشياً مع توجه القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لهم يحققون من خلالها أحلامهم وتطلعاتهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع من جديد. أيوة شكرا مش كفاية. جيت هنا اتبسطت جدا وبشكر الرئيس السيسي والشرطة بجد. أنا عايزة أكل كل مرة في المكان ده، المكان ده جميل جدا. أنا جيت النهاردة عشان ألعب الماتش الحلو ده، مش الماتش بس هو اللي حلو، ده المكان جميل. عايزة أقول للرئيس شكرا قوي، شكرا على الفرصة اللي اديتها لنا، وبجد يعني من غيرك ما كناش هنعرف ناخد الفرص دي والخطوات دي في حياتنا. وبشكر سيادة الرئيس على اليوم اللي قضيناه النهاردة، وبنحبك يا رئيس. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع من جديد. أيوة شكرا مش كفاية، شكرا مش كفاية، نور جديد كنتوا البداية، تحيا مصر هنعلى بيها، اتفيد وأملنا فيها، بكرة وياكم نساعد، ايد في ايد والكل